يلتقي فريق تشيلسي الإنجليزي ببايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في 19 من شهر أيار مايو. التحضيرات انطلقت مع عودة ديفيد لويس وجاري كاهل مدافعي فريق تشيلسي إلى التدريبات مع فريقهم. يذكر أيضا أن كلا اللاعبين عانى من إصابة في العضلة الخلفية، وهي الإصابة نفسها التي يعاني منها فلورون مالودا لاعب وسط الفريق، وهو اللاعب الذي قال عنه المدير الفني للفريق الإيطالي روبرتو دي ماتيو أنه على مقربة من الشفاء. For me personally, I'm a club's person and I feel very responsible for. بالنسبة لي أشعر بالمسؤولية حيال النادي ولا أفكر بنفسي، أفكر فيما هو على المحك، وهو أن لدينا فرصة لنفوز باللقب الأوروبي، وهي المرة الأولى في تاريخ النادي وهذا مهم. Home for the first time in this club's history and that's all that is important. Last time we were in the final, we didn't. آخر مرة وصلنا فيها إلى المباراة النهائية لم نفز، وهي من أهم اللحظات التي نتذكرها. عندما تخسر في المباراة النهائية تحزن طوال الوقت، لأنك كنت قريبا جدا وفي نهاية المطاف لا تحقق شيئا. نريد دائما الفوز بالمباراة النهائية، لأنه هكذا سيتذكرون. لا شك أن ملعب إليانز أرينا في ميونخ سيكون على موعد مع مباراة أقل ما يمكن القول عنها أنها ستكون حامية الوطيس.